السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، في حصة اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز تطبيق بسيط يعرض ما تعلمناه خلال الدروس السابقة في مرحلة برمجة الواجهات. سنقوم إن شاء الله بإنجاز برنامج آلة حاسبة بسيطة تقوم بحساب مجموع الأرقام، يعني عمليات حسابية، جمع، طرح، ضرب، قسمة إلى آخره. أول شيء في هذه الحصة إن شاء الله سوف نقوم بتصميم شكل الآلة الحاسبة. نقوم بإلغاء زر التكبير وزر التخريج عن طريق تحديد الفورم والذهاب إلى البروبرتيز واختيار minimize box وإرجاع القيمة false بدل true وmaximize box false بدل true. أيضا نغير الفورم border style بدل sizeable، نختار أي شكل آخر، fixed dialogue ولا fixed single. هنا form border style نختار fixed single مثلا. نغير النص مثلا calculator. لكم كل الاختيار، تستطيعون تغيير الخلفية، تغيير الأيقونة، تغيير الحجم، لكم كل الاختيار. نقوم بإضافة text box لتكون مثل العارضة، يعني شاشة الآلة الحاسبة. text box نقوم بتغيير حجمها لتظهر مناسبة عن طريق تغيير الخط font. تكون مثلا بولد 16 هكذا. نستطيع ايضا تغيير لون الخلفية ليكون اجمل، بدل اللون الابيض نختار هذا مثلا inactive caption. نقوم بإضافة الأزرار وهي الأرقام التي سيضغط عليها المستخدم من أجل القيام بالعملية الحسابية. عندي مثلا الزر الأول، نذهب إلى الخاصية text، عوض button 1 تكون 1. نقوم بنسخه control C أو نعمل له copy ثم paste، ونأتي به إلى هنا ونغير من 1 إلى 2 هكذا. هنا 3 نحذف هذه، نعمل لهم كوبي ثم باست دفعة واحدة من أجل ربح الوقت. هنا 4 عفوا 5 ثم هنا 6. هنا 7 8 9 0 الفاصلة. ثم هنا من أجل مثلا إفراغ شاشة الآلة الحاسبة وتكون سي مثلا كلير. الآن سوف نقوم بإضافة العملية الحسابية. ولتكن مثلا عندنا عملية الجمع وعملية الطرح وعملية الجذاء وعملية القسمة، نكتفي بهذه فقط. أيضا نحتاج إلى الزر يساوي، نضعه كبيرا جدا. يعني بالنسبة للتصميم فأنت حر، يعني تستطيع إنجاز التصميم الذي يحلو لك. هذا فيما يخص تصميم الآلة الحاسبة، أن تقوم بتصميمها كما يحلو لك عن طريق تغيير الألوان والشكل وما إلى ذلك. نقوم بتغيير اسم خانة النص، مربع النص، بدل text box 1 نسميه مثلا txt مثلا calc. هذا فيما يخص التكست بوكس. أيضا نستطيع إضافة باقي العمليات مثلا عمليات السينيس والكوسينيس والطانجنت والأعداد العقادية وما إلى ذلك، كل هذا ممكن. لكن بالنسبة لهذا الدرس نحن نريد فقط أن نتعرف على كيفية القيام بهذه المسائل ابتدائيا، وبإمكانكم تطوير ذلك لوحدكم، لأنكم بمجرد ما تتعرفوا على كيفية القيام بالأساسيات بإمكانكم القيام بكل ما يترتب عن الأساسيات.
نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة. قمنا بتصميم شكل الآلة الحاسبة. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نقوم بتزويدها بالأكواد لكي تكون شغالة إن شاء الله. أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.